عليكم ورحمة الله. النهاردة عندنا أكلة سهلة وسريعة ولذيذة جدا. هنعمل ورقة اللحمة على طريقتي. عندنا بطاطس، نص كيلو بطاطس، عندنا صلصة، عندنا بهارات، هقولك على البهارات دلوقتي. عندنا كيلو بفتيك، عندنا بصل حوالي بصلتين كبار، عندنا راس توم، تمام، عندنا حوالي 2 طماطم، 2 حبة طماطم، عندنا حبتين فلفل رومي ونص ليمونة. هوريكم دلوقتي هنعملها ازاي. كده معانا البهارات، حطينا حبة زيت ومعانا البهارات. هنحط مستكة في الزيت كده بالشكل ده، كده هنحط المستكة بس، ونحط معاها ايه، دي فصوص مستكة، حوالي 4 فصوص مستكة. نحط معاها 2 قرنفل، اللي هو ايه ده، القرنفل ده، ونخليه يسيح شوية. هنحط معاه الزبدة، حط معايا كده كده الزبدة، مع القرنفل كده، خليها تسيح. كده ممكن اوزعها ريحتين دلوقتي. يبقى احنا عملنا ايه، حطينا شوية زيت وحطينا كده زبدة كبيرة، حوالي 2 معلقة زبدة. حطينا قبل ما نحط الزبدة حطينا ايه، حطينا 1 قرنفل، 1 بس قرنفل او مسمار، تمام، و5 حبات مستكة، وخليناهم يسيحوا بالشكل ده كده، كده يسيح كده. هنجيب اللحمه بتاعتنا اللي هي البوفتيك، بالشكل ده كده، ونقليها كده كده، نرصها كده ونقليها. الأكلة دي لذيذة جدا، جربوها كده. طبعا يا ريت تكون النار عالية عشان اللحمة ما تنزلش ميتها، كده بالشكل ده كده، ونفردها، نسيبها الحب دول لما يتشوحوا، بعد كده نبقى نكمل بالشكل ده كده. طبعا انا معلية النار، ما نقلبهاش، احنا عايزين ناخد وش تحت ونديها صدمة للحمة. طبعا البفتيك بنجيبه من عند الجزار مدقوق، لو مش مدقوق انت ممكن تدقيه في البيت، تمام. نقلبها على الوش التاني كده عشان تاخد الصدمة بتاعتها وما تجيبش ميتها كده. كده ممكن نحط قطعة كمان من البوفتيك، انا بعملها بالبوفتيك عشان تستوي بسرعة، يعني ما بتاخدش وقت في الفرن مع البطاطس. كده تمام، تاخد بس صدمة عشان ما نجيبش ميتها. انا مكترة الزبدة عشان دي تبقى حلوة قوي كده، الطريقة دي بتبقى حلوة قوي، يعني حوالي مكعب زبدة، تمام. ايوه كده، طبعا ممكن تتعمل بصدور فراخ اللي هي صدور البانيه بنفس الطريقة كده بتتعمل، بس دي مغاية، بدل اللحمة بنحط بانيه اللي هي صدور الفراخ، بتكون رقيقة كده بنفس الشكل كده. هنحط واحدة كمان
صدمة برضو. ورقة اللحمة دي تحفة طبعا، انت بتزودي الخضار اللي انت عايزاه. في ناس بتحب تحط معاها كوسة، في ناس بتحب تحط معاها زهرة اللي هي القرنبيط او البروكلي، في ناس بتحب تحط معاها قرع، اي خضار انت بتحبيه حطيه. انا بس بعملها كده عشان انا هنا ما بنحبش على البطاطس معاها، فبنعملها بالبطاطس. انما انت حابه تحطي خضار، جزر كده كده في الشكل ده كده. طبعا دي لحمه بيتلو يعني مش هتاخد وقت خالص، نص ساعه في الفرن او على حسب ما اللحمه والخضار اللي معاه يستوي، بنعرفها من كده. هنحط قطعه كمان كده، طبعا الطريقة دي تحفة قوي، جربوها وأكلة سريعة جدا ما بتاخدش وقت، لذيذة قوي. البنوتات الحلوات اللي هما لسه ما بيعرفوش يعملوا حاجة في المطبخ ممكن يعملوها، مامتهم تساعدهم. كده دي اخر قطعة بفتيك معايا اهي. هنحضر البطاطس والخضار ونرجع لكم تاني. دلوقتي هنحضر الخضار اللي مع اللحمه. هنحط البطاطس طبعا انا غسلتها وصفيتها من الميه بتاعتها كده بالشكل ده كده. هنعمل ايه؟ هنجيب دلوقتي الثوم والبصل، هنحط عليهم كل البهارات اللي هو بهار مشكل، شطه، ملح، كزبره، فلفل اسود. كويس، هنعملهم كده مع بعض، هنخلطهم مع بعض كده عشان تنزل مية البصل، ينزل ميته كده بالشكل ده كده 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 كده. نحاول نهرسه مع الثوم عشان ينزل المية بتاعته كلها كده. هنحط شوية هنا كده على البطاطس كويس كده، والحبه دول هنحطهم على الايه؟ على اللحمه. الحبه دول هنروح نحطهم ايه؟ على اللحمه. تعالوا معانا ونوريكم. هنقلبها كده مع البطاطس. هنجيب البطاطس دلوقتي هنحط منها طبقة كده، هبتدس بالبصل اللي فوق دوت عشان هحط عليه الفلفل والطماطم، وهحطه تاني يعني زي طبقتين كده عشان تبقى البهارات والخضار في كل حته. تمام، البطاطس هنقلبها مع الطماطمايه والفلفلاية والبصل، بقية البصل نحطهم الطبقة التانية كده
تمام كده عملنا الطبقتين، هنخليها تغلي شويه، بعد كده هنغطيها بالفويل. هنحط الاول صلصه مع نص ليمونه، نحط الصلصه بتاعتها مع نص ليمونه ونغطيها بالفويل كويس، هنحطها في الفرن. ودي بتبقى ورقه اللحمه بتاعتنا. هنزمر الخضار ونرجع لكم تاني. دلوقتي احنا دوبنا معلقتين الصلصه، حطينا عليهم نص ليمونه. تمام، طبعا هنحط شويه فلفل تاني، فلفل اسود تاني. انا شايفه ان الكميه اللي انا حطيتها قليله، فحطيت شويه فلفل اسود تاني. دلوقتي هنوزعها كده بالشكل ده كده، هنقفلها بفويل وهنحطها في الفرن على حسب ما الخضار بتاعك يستوي. ممكن تاخد ساعة الا ربع، ممكن تاخد ساعة، حسب الفرن بتاعك. طبعا احنا هنشغل الشواية فوق وتحت، درجة الحرارة هتبقى 180 درجة. تمام اهي كده، هنسخن الفرن دلوقتي ونلفها بالفويل ونحطها في الفرن. طبعا هنعمل معاها رز بشعرية، اوريكم كمان بيتعمل ازاي. انا بكلم يعني اللي ما بيعرفش يعمل، طبعا كلكم بتعرفوا تعملوا الرز بالشعريه كويس قوي، بس في ناس ما بتعرفش تعمله، فانا بكلم الناس اللي هي ما بتعرفش. احنا لفيناها بالفويل كويس قوي، هنقفلها كويس قوي كده عشان الهواء ما يخش لهاش. تمام، بعد نص ساعة هنشيل منها الفويل ونخليها ايه تتحمر من فوق، تاخد وش من فوق احمر. تمام، ولما تخلص هنوريها. هنعمل الرز بتاعنا، دي معلقة سمنة هحط فيها واحدة هيل بس مع فص مستكة. تمام، هحمره معاها كده، اديها طعم لذيذ قوي. زي ما حطينا مع البطاطس قرنفل، جربوها بيدي ريحه خطيره، بيدي ريحه حلوه قوي 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 القرنفل مع اللحمه. تمام، هنحمر دلوقتي الشعريه. انا بحب الشعريه كتير في الرز كده. هنحمر الشعريه لغايه لما تدي اللون الذهبي، بعد كده نحط الرز يتشوح معاها ونعاير الميه بتاعتها وخلاص. طبعا انت بتحطي بس يعني فوق الرز يعني زي عقله صباع، زي كده عقله صباع كده. بنقيس الرز دلوقتي هوريكم ازاي وايه يعني فوق الرز كده. بنحمر الشعريه، نحاول نوطي النار شويه عشان ما تتلسعش مننا كده. طبعا وحده الحبان او الهيل ديت مش هتحس بيها خالص، بس هتدي طعم حلو قوي للرز مع المستكه. تمام كده، بنحاول مره شويه كمان. بعد كده هنحط عليها الرز المغسول، انا غسلته مقدار كوبايتين ونص رز كده، يبتدي تحمر شويه. هنجيب الرز بتاعنا المغسول، انا غسلاه هننزله بالشكل ده كده كده. هننزله كله طبعا ما نرميش حاجه. تمام
هنقلبه كويس مع الشعريه كده عشان يطلع مفلفل وجميل، او كل حبايه مفلفله كده. نعلي النار بقى شويه كده، نشوحه كويس. هنجيب معلقة ملح كده، بنقلبه مع الرز والشعرية. بعد ما قلبناهم مع بعض هنحط المية بتاعتنا. طبعا مية سخنة مش كتل. هنقلبه كده. طبعا انا عارفة معيار المية ازاي، اللي ما بيعرفش معيار المية هقولك دلوقتي تعرف ازاي. كده ده من معلقة كده، ودي صينية البطاطس بتاعتنا، هي في الفرن دلوقتي. بص شكلها جميل ازاي وريحتها روعة، ايه رأيكم؟ عايزة كل البنات الحلوين بقى يجربوه ويقولولي ايه رأيهم في الوصفة دي.